انت بتعمل ايه يا جابريا؟ ببني يا عم بيت. بتبني بيت؟ انت عبيط يا ابني، بالك قد ايه بتبني؟ انا بقالي 5 ايام ببني في البيت ده بيت صعب قوي يا عم. ما لو بنيت بيت كبير اعمل ايه؟ طب يا عم روح اشرب شويه ميه بدل ما تتعب على الفاضي، انت غبي. اه والله صح. البيت قال يا ابو بيت. كل اللي هو بنانا عديتهوله احسن، عشان بعد كده يبقى ياكل الخير بتاع احسن. احسن يا بيلي اهو، بس كده بس.